بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعد مؤتمر الأهواز من المؤتمرات الدولية والعالمية التي تشد عضد الباحث الأكاديمي لتقديم النتاجات العلمية الهادفة. لما يحمله هذا المؤتمر من الصفة العليا في تحكيم البحوث وترصينها. أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل على كل العاملين إلى كل العاملين والقائمين على هذا المؤتمر العلمي الكبير وإنجاحه وإظهاره بهذه الحلية الجميلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، الباحث حسام عبد الحسن عبد، جمهورية العراق، جامعة بغداد، كلية اللغات، قسم اللغة الفارسية.